شكرا شادي. مشاهدينا صباح الخير، برحب فيكم بحلقه جديده من برنامج الحدث لنهار الاربعاء 14 تموز يوليو 2020. بس نرحب بضيفتنا باستوديو الكاتب والاقتصادي استاذ انطوان. صباح الخير، اهلا وسهلا فيك استاذ انطوان فرح. بدايه اليوم الكل عم ينحكى بتصريح للسفير الايراني يعلن فيه استعداد ايران مبادله لبنان مشتقات نفطيه مقابل الليره اللبنانيه. نعم. الى اي مدى هذا الامر ممكن تطبيقه، لا سيما بانه اكثر من اقتصادي قال كيف يمكن تصريف هذه العمله اللي هي الليره اللبنانيه في الخارج، وهل في حدا تحديدا ايران قدرت تحط احتياطي بالعمله اللبنانيه؟ خلينا قبل ما نوصل لموضوع الليره نسال اذا كان فينا نحن نشتري حتى بالدولار المشتقات النفطيه من ايران وكل هالانواع اللي ممكن نكون محتاجينها. وبالتالي قبل ما نوصل لموضوع الليره واشكاليه الليره، عندنا اشكاليه اذا نحن قادرين نتعامل مع ايران بهذا الموضوع، واذا قادرين ناخذ مشتقات نفطيه. طبعا هذا موضوع بيتعلق بالعقوبات، بدنا ندرسه وبدنا نشوف اذا قلنا عندنا هذا الحق. عم تعرفي العروض الايرانيه قديمه، صار لنا فتره نحن بنسمع بعروض ايرانيه وبنسمع كلام لازم نتعاون مع ايران، وبنسمع فورا وبالمقابل انه في موضوع العقوبات وفي انذارات بهذه العمليه ما فينا نتجاوزها اكيد. وبالتالي اذا تجاوزنا هذه النقطه واعتبرنا ان احنا صار في عندنا استثناء او صار في شيء موضوع بيسمح لنا بهذه النقطه، نوصل لقصه الليره اللي حضرتك تفضلتي فيها. طبعا مثل ما قلتي حضرتك انه اولا ما فينا نتوقع انه يكون في دوله بدها تعمل احتياطي بالليره اللبنانيه عندها، وبالتالي بدها تستخدم الليره، وطبعا هي ما فيها تستخدمها خارج الحدود. وبالتالي بالتحليل عندنا احتمالين ما في ثالث لهم، او انه ايران بدها ترجع تضخ هذه العملات بالليره اذا اخذتها بالسوق اللبناني والارجح عبر حزب الله، او لدفع مستحقات او لدفع رواتب، او انه الدوله الايرانيه بدها ترجع تكلف اطراف لبنانيين بالداخل حزب الله او سواه انه يرجع يبيع هالعمله اللبنانيه الليره بالسوق اللبناني ويجمع لها دولار من السوق اللبناني. بس مصيبه، وهيدي بتعملنا ضغط على الليره، بتعملنا كارثه. بس هي بالحقيقه يعني هي الكارثه بتبلش بالاول، من اول نقطه قلناها قبل اهم، انه نحن هل فينا نتعاون مع ايران بهذا الموضوع او لا؟ اذا لا، لا شو نعذب قلبنا ونحكي لا ليره ولا دولار. وإذا لحد اليوم نوصل لهذه العملية ساعتها تعتبر حكومة حسان دياب أعجز من أنه يتعامل مع إيران، ولا البعض بيقول طب قدام هيدا الخيار والخيار الآخر اللي هو العتمة والجوع، وبصير أنه بدل ما ننطر نتائج العقوبات الأمريكية على لبنان فلنكن أنه ندخل المواجهة ونستبق هذا الأمر؟ لكن هذا الموضوع يعني مرات أنا بحس أنه بيستفزني، يعني عم نحكي مرات كأنه نحن فعلا علينا عقوبات أمريكية وفعلا علينا حصار، يعني عم توقع شيء، وفعلا أنه أزمتنا اللي صارت كلها من سببها هذا الحصار، وما ايش عنا الا نروح على ايران او على سوريا او نروح على هذا الخيار الصعب. اكيد لا، اكيد لا. وانا من الناس اللي بيقولوا حتى ما لازم نكثر حكي عن موضوع هذا الحصار الامريكي ما في عقوبات طبعا، بس عم نحكي عن الحصار. ما في اكيد عم نحكي عن الحصار حتى اولا ما نبرر لنفسنا، لما بحكي لنفسنا يعني لا دولتنا للمنظومه السياسيه، ما نبرر للي وصلنا له، لانه اكيد مش الحصار الامريكي عمل بالكهرباء 40 مليار. يعني حضرتك انه الاقتصاد هو المشكل، هو بالسياسه وبالاقتصاد، بس اكيد مش حصار امريكي. يعني خلينا نراجع نحن نشوف الكهرباء، سلسله ترتب الرواتب، التلزيمات، السرقه، القضايا اللي بتصير كلها هذه، يعني هالهدر اللي صار بالدوله اكيد منه ناتج عن حصار امريكي. هلا بالاخر لما الدوله وقعت وبطل عندها حدا يساعدها او بطل عندها مجال توقف وصار بدها مين يساعدها، ممكن احسب حساب انه بيجي حصار امريكي بيقول طيب مازال هذا الوضع هيك لا بدنا نساعدهم، خلينا نشوف شو فينا ناخذ منهم بالسياسه. بس اكثر من هيك ما بيحمل هذا الوضع، يعني ما نديره، لان صار بذهن الناس هلا مثل ما بنحكي ومن دون ما نحس كلنا يعني انه كانه الحصار الامريكي عمل لنا المشكله. لا، مش صحيح ابدا، لا الحصار الامريكي ولا غيره، ولا بل العكس صحيح، يعني بعده المجتمع الدولي وللي اكيد امريكا مؤثره فيه، بعض المجتمع الدولي عم يركض ورانا. وسمعتي بعتقد وزير خارجيه لودريون الفرنسي وشو قال، يعني بعده جاي نهار الجمعه، بعده عم بيقول اجل هلا لانه صار عنده جوله عراق هو جاي كان العراق، بس اجلت لا اجلها الاسبوع الجاي لانه استجد عليه عراق وكويت بعتقد، فتاجلت للاسبوع المقبل مش لنهار الجمعه. اوكي، بس مضمون كلامه شو كان؟ سمعناه كلنا، يعني كل مضمون كلامه ما حكي حتى عن السياسه، حكي عن الاصلاحات وحكي عن بعض التفاصيل بلبنان. واكثر من هيك الفرنسويه بالتحديد بطل عندهم هيجس ليحكوا كهرباء، يعني ما ايش يحكوا يعني اصلاحات، صاروا كل ما يحكوا عن لبنان بيقول لك كهرباء، وليه تجربه مريره ما عم بيصدقوا اللي صار معهم، يعني من ثلاث اربع سنين ومن وقت سادر ومن وقت
ما عم بيصدقوا انه هيدي كل اللي عملوه والمجهود وقديه اشتغلوا ويقولوا لهم بس اعملوا شيء بالكهرباء لحتى نبلش لكم، وبعض اللبنانيين ما بلشوا. وبالتالي خلينا نصحح اذا بدك مسار الازمه، هي مسار الازمه هيك ما انه حصار امريكي بالبلد. بس بتعتبر انه ما في ولا طريقه اخرى لتصريف هذه العمله اللبنانيه بالخارج؟ لا اكيد، لا اكيد. اذا عم نحكي بعد اذا رجعنا على ايران او على اي دوله ثانيه وين بتستعملها العمله اللبنانيه؟ ما هي بدها ترجع على البلد الام بكل الحالات، العملات ترجع على البلد الام على البلد المنشور، وبالنتيجه بترجع لهون حكما. بس كيف بترجع؟ انا عم اقول انه ايران عندها اسهل من غيرها، بترجع على السوق مباشره يعني، او عبر انفاق او عبر الرواتب او عبر انفاق او عبر انه تتكلف حدا يرجع ياخذ دولار من السوق، وبالحالتين فيها مشكله يعني العمليه. طب بس اذا بحاله الرواتب لحزب الله، لانه اليوم الحزب بيقول نحن بنقبض بالدولار، اذا تم تقريش هذا الامر بدل ما تكون عم تعطي الحزب دولار تكون عم تعطي الدوله اللبنانيه دولار ورواتب الحزب بالليره اللبنانيه، بشكل ضغط شيء هذا ولا بالعكس؟ يعني عم تقلب اذا ما في عقوبات بنتمنى يعطونا دولار ويعطوا حزب الله ليره، ما في مشكله ابدا. بس في قصه العقوبات يعني، مثل ما قلت لك مين حيعرف بمعنى المنطق يعني، طالما السيوله عم بتكون بهذه الطريقه وهي عم توصل على لبنان، يعني في عقوبات ولا ما في عقوبات اليوم حزب الله بالحكومه اللبنانيه؟ انت عم تطرحيها خارج اطار انه نعمل تبادل ويزودونا بالفيول؟ لا، في اذا زودونا بالفيول وبالمشتقات وبدنا نتاجر نحن وياهم شيء، اذا هن عم بيصير نخضع للعقوبات يعني، الا اذا هن قرروا مثلا حزب الله عم يعطوه بادجت بالدولار، قرروا والله هالبادجت بالدولار يعطوه بالليره ويحولوه للدولار، ما بعرف اي طريقه بتصير ماشي الحال. بس عم نحكي عن تجاره معهم وفيول وغيره، لا، في موضوع العقوبات اكيد بده هذا الاساس بالعمل. وتستبعد انه الحكومه اللبنانيه شو ما كان العرض تقبله؟ ما مفروض هلا تقبل لسبب بسيط، عن انك مش مضطرين يعني. نحن بنتجه لهذا الخيار ومنجازف بالعقوبات اذا فعلا وصلنا للمجاعه. كان ضيفك وقام وهاب من هذيك مزبوط كان عم يحكي عن هذا الموضوع، كان عم بيقول انا سمعته انه عم بيقول لاخر السنه يعني. طبعا انا خوفني هذا الكلام، انه نحن بنتوقع انه بس الدولة مش هيك تقديراتكم؟ بتوقع انه الدوله اللبنانيه تبطل فيها تستورد، وبالتالي لا يعني عطيت انطباع، هو مش انا هذا قصدي، مش هو قال هيك، بس عطيت انطباع كانه عم بيراهنوا على هذا الموضوع، في فريق عم بيراهن انه فعلا هيك رح يصير، انه لحظه الفوضى خلص ناطرين لتوصل لهذه المرحله ليقول طيب ما ايش في عندكم حل، يلا خلصنا هذا الامر الواقع رح نفرضه عليكم، وهيدي مشكله. هيدي ليه مشكله؟ طب اذا مثل ما عم تحكي يعني، الوزير وهاب لما حكي قال اذا نحن من هون لراس السنه منضاين، اذا طلعت الدوله اعلنت عجزة عن الاستيراد، ايه شو بصير اللبناني؟ خيار اما تموت واما تتعامل مع الشيطان. رجعنا كمان مش هيك، انا عم اقول انا زعت لان حسيت انه كانهم قاعدين وناطرين ومتوقعين نوصل لهون، نحن فينا ما نوصل لهون. هذا اللي بدي اقوله. كيف فينا ما نوصل لهون؟ كثير بساطه يعني، نحن صرنا 6-7 اشهر عم نحكي بقصه الخطه الانقاذيه والتفاوض مع صندوق النقد والاصلاحات وكل هالامور اللي بدنا نعملها، ما عم بفهم ليه بدنا نوصل لهون. نحن اولا عندنا 18 مليار دولار احتياطي بعده موجود، بعدهم هو ايه موجودين 18 بس مليار. شو موجودين كشو؟ سيولي فينا نتصرف فيهم. بس الفكرة بس قد ايه في منهم للبنوك؟ قد ما في، نحن عم نتصرف بكل مصريات الناس صرفنا فيهم 140-170 مليار صرفنا فيهم عشانين همها، المهم نحن نتصرف نطلع الانقاذ. بس انه بالعكس هو هذا الموضوع انه ما نتصرف فيهم بس 18 بطريقه تبذيريه. يمكن كان باول السنه كانوا 20-21 ما نقصوا كثير، ما نقصوا كثير لانه بس على الفيول والطحين يعني، ما عم حكي مصرف لبنان ما عم ببذر فيهم. والكلام كمان اللي قاله وقام وهاب هذا الموضوع انه مثل واحد حامل كيس وكبلي بالسوق، ما عم بيكب بالسوق يعني. هلا انا مخوفتني قصه سله السلع بدنا نحكي فيها، السله هيدي بتكلف 1.5 مليار ما بعتقد في جيبهم هو من شركات التحويل الاموال، هيدي كمان بدنا نضيفها على الاحتياطي تبعولنا بدنا نسحبهم، هيدي المشكله كمان. طيب هون كنت حضرتك عم بتقول انه نحن اليوم بهيدا الوضع قديش عندنا بعد مجال؟ يعني هل تؤيد ما يقال عن انه معنا لراس السنه، ولا الحاكم كان عم يحكي او البعض كان عم ينقل عنه انه لا نحمل نحن ل 2021 منتصف الى نهايه 2021 بالاحتياطي اللي عندنا اياه، اذا بقينا على زيت نسبه الاستيراد وتخفيف الاستيراد اللي هو للنص يمكن هلا نزل؟ هو ليك بالنتيجه اذا بنفكر هيك بنكون عم نعمل كارثه بحق نفسنا يعني، ما قلنا حق نفكر هيك. مثل واحد عنده ميل وعم بيقول قد ايه بكفوني، وكانه عم بيفكر انه هو ما حيعمل شيء الا وقت بيخلصوا المصريات بكون اعتبر انه وصلنا على المهوار. ما مفروض يعني، الفرص موجوده. بعدني عم اقول لك المجتمع الدولي ما سكر، مش بس ما سكر بوابه، هو عم بدق البواب علينا، هو كل يوم عم بدق وقلنا قوموا انا بدي ساعدكم، ما عم نعمل شيء. هذه المشكله الاساسيه، ما يعني عندنا الفرصه موجوده. وانا عم اقول عن الاحتياطي مش لاقول انه نحن عم نصرفهم، انا عم اقول عندنا الاحتياطي لاقول انه عندنا الوقت لحتى نقدر نطلع بالخطه الانقاذيه ونتفق مع صندوق النقد ونعمل كل اللي بدنا نعمله ونبلش.
مش مطلوب منا انه نحن نشوف امتى بيخلص المصريات، يعني هذا مش منطق ولا ممكن يكون مقبول، وفعلا بنوصل على المجاعه ساعتها. طب بس كمان شو في بين ايدينا بطلع مصاري؟ يعني الكل عم بيقول طب لحد هلا شو ما كان اذا زرعنا بدنا شهرين لنحصد. نعم. ما كمان في منطق، اذا بدنا نبلش اليوم نعمل مصنع بده 6-7 أشهر ليبلش يشتغل. نعم، نحن ما عم نحكي ضغط الوقت اللي نحن تاخرنا اساسا. نحن ما عم نحكي لا بعدنا لا عم نحكي عن اقتصاد منتج ولا بدنا نحول اقتصاد. من وين بدنا نجيب؟ ما عم نحكي عن هذا، نحن عم نحكي عن موضوع بيعطينا ثقه ويبلش يرجع لنا اذا بدك الاموال النقديه تتحرك شوي وبلش نحرك اقتصادنا. يعني ما في خطه؟ طب هالحكومه اللي عملت خطه، نحن وقفنا كل التوقيف كان عند الارقام وتوزيع المسؤوليات والاضرار. طيب جمعيه المصارف عملت خطه كمان، كمان كان التركيز فيها مع انه كان في عندها نقاط اخرى بالنسبه لتنميه الاقتصاد، بس وقفنا عند هذه النقطه. اجى مجلس النواب دخل على الخط وقفنا على هذه النقطه. لما صرنا 3-4 أشهر قاعدين على هذه النقطة، ما بيصير نضلنا على هذه النقطة. ما في عندنا اقتصاد بدنا ننقذه، لحتى ننقذه بدنا نتجاوز هذه النقطة. حلنا بقى نفكر انه كيف بدنا نتجاوزها، ما نحكي انه والله صندوق النقد اقرب لارقام الحكومة وغيره، خلص خلينا نحط ارقام مشتركة وخلينا شو اللي مانع؟ خلينا نعترف بشيء، شو اللي مانع؟ هذه هذا البديل، هذه كثير بدي يعني حابب اقولها، انه نحن لازم نعرف كمواطنين حتى انه ما نقدر ما نفكر بقى لا قصة المشكلة عند حكومة، لا مجلس نواب، لا حزب المصارف نسميه، لا حاكم مصرف لبنان، ما نحن كلنا بذات الباخرة، بذات السفينة، وكل شيء، كل قطاع أو كل طرف بينضرب من هو بينضرب الثاني معه. يعني بسمع بعض الناس وعم يحكوا عن المصارف كأنه بدنا نكسرهم، بدهم يشيلوا المصري، هي أنت عم تضرب حالك، يعني أنت لازم تعرف بالاقتصاد وبكل الدول، في دول حكومات تدينت هيك حكومات لتنقذ مصرف كبير عندها، لأن تعرف انه اقتصادها بدها مش كرمال عيون صاحب هذا المصرف، كرمال اقتصاده. وبالتالي نحن اكثر من برا، لان نحن فايتين بدين داخلي تقريبا كله، يعني ازمتنا داخليه مفوتينا، وصرنا بعتقد المواطنين كلهم صاروا يعرفوا كيف مشيت العمليه وكلنا معترفين فيها، حطينا بالبنوك، البنوك حطت مصرف لبنان، عطيوا دينوا الدوله بزرتهم، صرنا كلنا بنعرفها، بس هذا المال واحد وهذا بعده عم يبرم بين كلنا نحن بذات البوتقه. وبالتالي ما فينا بقى نتحمس على حل على حساب قطاع ونحرم قطاع ثاني، لانه بالنتيجه كلنا عم ننضرب. وقت نحكي عن رسامين المصارف 20 مليار انه ايه بدنا نشيلهم، يعني بتضرب المصرف، انت عم بتشيل حالك، انت عم بتفلس مصرف، معناتها اذا انت عندك امل بعد توقف او تاخذ من وضيعتك جزء بطل عندك امل بهذا الموضوع. يعني المفروض نكون كلنا واعيين نحن بالمصيبه كلنا مشتركه، وكل مطرح لا في خلل نحن كمواطنين واعيين، بس المشكل انه اللي هن مفوضين اليوم سواء التفاوض او وضع ارقام موحده، هن ما عم بيطلعوا بارقام موحده. يعني لما بنحكي مصارف قدموا خطتهم وقعدوا على جنب انه الحكومه ما بتسوى، الحكومه ما بدها تتفاوض معهم وهيدي ارقامنا والباقي ما بيسوى، بتطلع لجنه المال والموازنه بمجلس النواب تنسف كل شيء وبتصير تحمل ساعه الحكومه ساعه. طب مين بالاخر اللي المفروض هو لك انا برايي انه من الاساس مثل نحن عم نعترف كمواطنين عارفين وشايفين انه هيدي نحن كلنا فرد سفينه، من الاساس ما كان لازم الحكومه تطلع على خطه انقاذيه هالقد دقيقه من دون ما تستشير الناس اللي معها بالهيدي. هودي مش بذات المصير، مصرف لبنان بذات المصير والمصارف ذات المصير والحكومه ذات المصير كلنا سوا. طب على الاقل ما هن هول ثلاث الاطراف اساسيين للي هن بده يتحملوا الاضرار وبده يتحملوا المسؤوليات وبدهم يرجعوا يتحملوا التنميه اذا في تنميه واذا في انقاذ. كامل الاساس مفروض يكون في مشاورات لحتى يتفقوا على هذا الموضوع. يعني ما كان لازم، ما بعرف اذا المستشارين او غيرهم بالحكومه او غيره هن استعجلوا الامور، بمعنى نسقوا كثير مع صندوق النقد مسبقا ليحطوا ارقامهم ويرضوه لحتى يروحوا على هذه العمليه. هذه ما كان لهم حق، بيعرفوا صندوق النقد، بس صندوق النقد في اتجاه تشكيكي دائما، يعني اللي عم بيفاوض صندوق النقد بيجي وبيعتبر انه الطرف الاخر اذا بدك بده يضخم ارقامه، بده يقلل خسائره، يعني بده مثل دائما اي جهه مانحه بده يخفي، وهو بالعكس بيحاول يضغط لحتى يظبط هذه الارقام مثل ما هي حقيقتها. على فكره بدي اقول شغله، انه بعد تجربه اليونان صار التشكيك اكبر من قبل المؤسسات الماليه الدوليه وصندوق النقد وغيره. يعني تجربه اليونان انه قدرت اذا بدك تضحك على البنك المركزي الاوروبي وعلى صندوق النقد وعلى مؤسسات دوليه وتخفي ارقامها الحقيقيه وتطلع بالاخر انه لا ارقام كانت مزوره، عملت لهم هذه شوك، صاروا عم يشككوا اكثر. وبالتالي بس نحن كطرف مفاوض من هذه الجهه، بس اليوم صندوق النقد يميل اكثر الى ارقام ما الحكومه، ما في شك انا عم اقول لك هو يميل دائما الى الارقام الخسائره اكبر. يعني هو بالنسبه له الشكوك عنده انه دائما الطرف اللي جاي يفاوض بده يخفي الاضرار مش بده يزيدها،
نحن طلعت شوي عكس، يعني تقريبا مش بس رضينا صندوق النقد وبعد شوي اعطيناها يعني وحبه مسكينه، لانه كمان في